السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروفيشنالز معكم رايان في فيديو جديد. اليوم في الفيديو سأقدم لكم أفضل 3 هواتف في الجزائر بسعر 2 ملايين سنتيم، أي بين 2 ملايين سنتيم حتى 3 ملايين سنتيم. وهذه الهواتف هي الأفضل في فئتها السعرية في الوقت الحالي، أي ما نظنش حتلقى هواتف أفضل منها، لكن خاصكم تكملوا الفيديو حتى النهاية لأن كاين بعض ملاحظات راح نقولها في نهاية الفيديو. فبلا ما نطولوا بزاف، ما تنساوش ديروا جيم لهذا الفيديو وخلونا نوصلوه 3000 لايك. اي شخص يشاهد هذا الفيديو اهبطوا ودير نجم، ياكش ما راه باطل فاهبطوا ودينوا نجم وخلونا نوصلوه كما قلت لكم 3000 جيم او 3000 لايك. ثاني اشتركوا بالقناه، هذا شيء مهم بزاف 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 بزاف. اي هبطوا تحته حدا اسم القناه حتلقاو زر سبسكرايب او زر اشتراك او زر ابوني، ضغطوا عليه وراح يولي لو انت عقري وهاك راك اشتركت بالقناه. ثاني انشروا هذا الفيديو الى جميع اصدقائكم خاصه عندهم هذه الميزانيه وراهم حابين يشروا هاتف جديد، هذا الفيديو راح يعاونهم بزاف. تيك توك تاعي راه يظهر لكم الان في الشاشه، راني ندير فيه فيديوهات بزاف 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 شابين، متاكد راح يفيدوكم ويعجبوكم فتابعوني فيه. ودروك نبداو بالفيديو. فاول هاتف عندنا اللي هو ريلمي 70 ايكغريك واللي هو ارخصهم، وهذا التليفون جبته خصيصا للناس اللي عندهم ميزانيه بين 2 ملايين و 2 ملايين ونص، جبت لهم هذا التليفون واللي هو الافضل بهذا السعر. فمن اهم مميزات هذا التليفون وهي المعالج، حيث يجي معالج من نوع يونيسوك تي 610 بدقة صناعي 12 نانومتر أوكتا كور 1.8 جيجا هرتز، ومعالج صميت من نوع مالي جي 52 يتم أندرويد 11 وواجهة رينمي، ويتم نسختين في التخزين، نسخة 32 و 3 جيجا في الرام ونسخة 64 و 4 جيجا في الرام. هذا معالج جيد جدا بسعر هذا الهاتف، وتقريبا هو أفضل معالج بهذا السعر. أيضا من مميزات هذا الهاتف وهي الكاميرات، حيث يأتي مع 3 كاميرات خلفية رئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل، الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل مايكرو، والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل مختصة ببوتري مع فلاش ليد أحادي يصور فيديو فول اتش دي حتى 30 فريم بالثانية. أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل تصور فيديو فول اتش دي حتى 30 فريم. تقريبا هذوما أهم مميزات هذا الهاتف، أولهم وهو المعالج كما قلت لكم اللي هو جيد جدا بهذا السعر، نشوفه أفضل هاتف للناس اللي حبوا ألعاب وعندهم ميزانية بين 2 ملايين و 2 ملايين ونص. ثاني الكاميرات جيدة جدا في هذا الهاتف. بالنسبة للبطارية ثاني نقدروا نقولوا مليحة، حيث تجي بحجم 5000 ملي أمبير كي ما تدعمش الشحن السريع. فهذو هما مميزات التليفون. دروك نروحوا للهاتف اللي بعده. ثاني هاتف عندنا في هذه القائمة ولا في هذا الفيديو واللي هو ريلمي سات اي. ونبدأ أولا مع المعالج واللي يجي مع معالج من نوع ميديا تيك هيليو جي 85 بدقة صناعة 12 نانومتر بسرعة 2.0 جيجا هرت، ومع معالج وصميات من نوع مالي جي 52 MC2 يتم اندرويد 10 وواجهة ريلمي يو اي، ومع 64 و 4 جيجا في الرام. وهذا معالج ممتاز جدا 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 للالعاب، افضل هاتف للالعاب في فئة 2 ملايين حتى 3 ملايين وبدون اي منازع. اذا انت تحب الالعاب ولا الاستعمال تاعك ثقيل للهاتف، هالتليفون راح يكون مليح ليك، خاصة مع واجهة ريلمي الخفيفة اي راح تساعد التليفون وتخليه خفيف وسلس في الاستعمال. ثاني مميزات التليفون وهي الكاميرات، حيث ياتي مع 3 كاميرات خلفيه رئيسيه بدقه 48 ميجا بيكسل، الثانيه بدقه 8 ميجا بيكسل بزاويه عريضه، الثالثه بدقه 2 ميجا بيكسل مايكرو مع فلاش ليد احادي يصور فيديو فول اتش دي حتى 60 فريم بالثانيه. اما الكاميرا الاماميه تاتي بدقه 8 ميجا بيكسل تصور فيديو فول اتش دي حتى 30 فريم بالثانيه، وهذه كاميرات جيده جدا في سعر هذا الهاتف. اذا انت مهتم بالكاميرات هذا التليفون مليح لك. أما الميزة الأخرى في هذا الهاتف واللي هي البطارية، حيث يأتي مع بطارية بسعة 6000 ملي أمبير وهي سعة ضخمة وضخمة جدا، ومع شحن سريع جيد بسرعة 18 واط، أي بطارية بسعة ضخمة وبسرعة شحن مقبولة لأنك ماش تلقى أكثر من 18 واط في فئة 2 ملايين حتى 3 ملايين. وتقريبا هذه هي أهم مميزات ولا هذه هي المميزات تاع التليفون، والأولهم المعالج واللي هو خارق وممتاز بالنسبة لسعر هذا الهاتف، أيضا الكاميرات والبطارية. ودروك روح الهاتف اللي بعده.
واخر هاتف عندنا في هذا الفيديو، واللي صراحة كنت محتار بين هاتفين، اول هاتف وهو ريدمي نف وثاني هاتف وهو جالاكسي ام 12، لكن ما حبيتش ندخل ريدمي نف لان السعر تاعه حاليا راه غالي ومرتفع بزاف. ثاني لان هذا الهاتف راه عنده قريب عامين من اللي خرج، اي ريدمي 11 راح يخرج في هذا الصيف، اي تليفون قدام والسعر تاعه ارتفع، عليها ما حبيتش نذكره، عليها جبت لكم جالاكسي ام 12 اللي هو ثاني هاتف شباب بزاف. والميزة فيه وهي الكاميرات، حيث يأتي مع 4 كاميرات خلفية، رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، الثانية بدقة 5 ميجا بيكسل بزاوية عريضة، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل مايكرو، والرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل مختصة ببوتري. أفرج لدو حادي سوى الفيديو فول اتش دي حتى 30 فريم بالثانية، أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل سوى الفيديو فول اتش دي حتى 30 فريم بالثانية. أما البطارية اللي هي تاني مليحة في التليفون، واللي تجيب حجم 5000 ملي أمبير مع شحن سريع بسرعة 15 واط. أما المعالج اللي تاني هو مقبول واللي هو إكسينوس 850 800 أونز وواجهة ون يو آي 3.1 الخاصة بسامسونج. أما الشاشة اللي فيها حاجة مش تلقاها في الهواتف أخرى في الفئة السعرية واللي هي 90 هرتز، أي 90 هرتز في هاتف بسعر 2 ملايين، هذه حاجة شابة بزاف. تاني شاشة تجيب حجم 6.5 إنش بدقة HD بلس من نوع IPS وشاشة مقبولة، لكن بالنسبة ليا لو كان قالوا لنا 90 هرتز ومدونا الفول HD لكانت خير. فهذو هما مميزات هاد التليفون، أولهم وهو الكاميرات، ثانيا البطارية وال 90 هرتز وشوية المعالج. وهذا هو آخر هاتف لدينا في هذا الفيديو. ففي الأخير جماعة وكما قلت لكم التليفونات حاليا راهي غالية، خيارات تاني راهي قليلة بزاف، تاني ماش كاين هواتف جديدة تدخل في الجزائر، لأن هاد التليفونات كيما ريلمي سات إي راه قريب يقفل عامين، وريدمي ناف تاني قريب يقفل عامين، والمشكلة هاد التليفونات راهم يزيدو غلاو، أي السعر تاعهم مراهش ينقص، أي قدامو والسعر تاعهم يزيد، ولعليها ما حبيتش نتكلم ولا ما حبيتش نرشح لكم ريدمي ناف في هاد الفيديو، لأن إذا رشحتها لكم ورحتو شريتوه السعر تاعه راح يزيد يطلع. مع العلم ان السعر تاعه في الفتره الحاليه راه 2.950 ملايين، وكاين محلات راهم يبيعوه ب 3 ملايين، وكاين حتى اللي يبيعوه اكثر من 3 ملايين، هذا السعر مبالغ بزاف 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 بزاف. ان هذا التليفون في الصيف اللي فات وصل السعر تاعه ل 2.600 ملايين، السعر تاع التليفون زاد بقريب 400 ألف ولا كاع فايت، ولعليها ما حبيتش نذكر هذا التليفون لانها ما يستحقش السعر تاعه الحالي. ثاني كاين بزاف تليفونات اخرى شابين وملح بزاف في هذه الفئه السعريه، لكن لا غالب مش متوفرين في الجزائر، اللي ابرزهم الامي دي جي A11 برو ماكس واللي تكلمت عليه في فيديو سابق اللي يظهر لكم الان في الشاشه وتلقاوه تحت في الديسكريبشن. كاين تاني تليفونات اخرى شابه بزاف مثل هواتف انفينيكس في هذه الفئه السعريه تاني ملاح، لكن لا غالب مش متوفرين هنا في الجزائر، اي الخيارات اللي عندنا حاليا في جميع الفئات تقريبا محدوده بزاف. فلا غالب جماعه هذوما الهواتف اللي عندنا في الفتره الحاليه، واذا كاين تليفون شباب وتليفون مليح في هاد الفئة السعرية وما ذكرتهاش في هاد الفيديو قولوا لي تحت في التعليقات باش نستفادوا كاع. فنتمنى هاد الفيديو قد نال اعجابكم، ولا تنسوا لايك الفيديو، اشتركوا بالقناة، نشر الفيديو لجميع اصدقائكم، والى اللقاء اعزائي المشاهدين.